صباح الخير وتحياتي لكم أينما تكونون، وأتمنى أن تكونوا دائما بخير وصحة. موضوعنا لهذا اليوم هو من مستوى A2 Deutsch Lernen. عنوان موضوعنا هو Das Verb Lassen. إذا Das Verb Lassen، الفعل Lassen. الفعل Lassen بشكل عام يأتي بمعنى يترك أو يسمح أيضا. لو أردنا أن نعطي مثلا فوائد استخدام هذا الفعل، ممكن أن نقول أن فعل لاسن يخدمنا في مواقف وحالات مختلفة. مثلا ممكن استخدام هذا الفعل لاسن عندما أنا أو أنت تترك شيئا وراءك، تترك شيئا وراءك، مثل ما موجود هنا. وأمر سريعا على المثال لأنني سأعود إليه. Airless sein Fahrrad draußen. Airlist هو يترك، زين فرد درجته الهوائية دراوسن، أين تركها؟ تركها خارجا. أيضا ممكن استخدام هذا الفعل لاسن عندما نسمح بشيء أو لا نسمح بشيء، مثل ما موجود هنا في هذا السؤال. إحداهن يعني تسأل صديقتها فتقول لها لست تو داينه توختر لانج دراوسن بلايبن، إن كنت تسمحين لبنتك أن تبقى يعني وقت متأخر في الخارج. أيضا ممكن نستخدم هذا الفعل في عندما نتسبب في أو أحدهم يتسبب في شيء. مثلا أنا أقول إيخ لاسي ميخ نيخ أوبيريرن، أنا لن أسمح لنفسي بإجراء عملية. إيخ لاسي ميخ نيخ أوبيريرن. أيضا هناك ملاحظة على هذا الفعل، هذا الفعل ممكن أن نستخدمه لوحده في الجملة حسب الظروف، وممكن أن نستخدم معه فعل ثاني. الفعل الثاني يكون في حالة المصدر لا يصرف ويقع في نهاية الجملة، إذا يقع الفعل الثاني في نهاية الجملة. أولا سوف نأخذ ثلاثة أمثلة باستخدام هذا الفعل لوحده في الجملة. أولا دعونا، ها lassen Sie uns، لاحظوا دعونا، اسمحوا لنا، اتركونا أن نصرف هذا الفعل. إذا أقول ich lasse للشخص الأول أنا، du lässt أنت تترك، أنت تسمح. لاحظوا تغيير حرف A من A بحالة طبيعية إلى A إلى أملاوت. إذا ich lasse du lässt. Er هو يترك، هو يسمح. Er lässt أو S للجماد، أو Z اللي هي تسمح أو تترك. Z list نحن جميعا wir lassen، أنتم أو أنتن ihr lasst، و Z lassen للجمع إذا كانت الإس صغيرة، و Z lassen إذا كانت الإس كبيرة للشخص الغريب الذي لا نعرفه ونستخدم معه لغة الاحترام. Z lassen. إذا لنأخذ ثلاثة الأمثلة الأولى باستخدام فعل لاسن لوحده ونصرفه حسب الضمير الشخصي. فنقول er lässt sein Fahrrad draußen. إذا er lässt، لاحظوا هو شخص ثالث هنا، er وليست، هو يعني يترك sein Fahrrad دراجته الهوائية. لاحظوا أن sein هي إحدى أدوات أو التملك، possessive article أو ضمائر التملك. mein لي أنا، داين لك أنت، زين له هو. إذا فارد هو داس فارد. إذا إير ليس زين فارد راوسن، أين يترك درجة الهوية خارجا. أيضا في هذا المثال نقول عندما ننزعج من أحدهم يتكلم كثيرا أو يصرخ أو يعني نريد منه أن يتوقف ويتركنا لحالنا، فنقول له نستخدم فعل لاسن بصيغة الأمر، نقول له لاس ميخ إن روي، لاس ميخ إن روي، اتركني لحالي، اتركني لوحدي، اتركني لحالي، أو بمعنى كفى. أيضا باستخدام الفعل لوحده فعل لاسن في الجملة، مثلا نقول زي لست إيرن هونت إن دين بارك. إذا هي، لاحظوا هي زي ليست، ولو هنا الاس كبيره لانها في بدايه جمله، ولكن نحن نقصد هنا هي. زي ليست هي تترك، من تترك؟ ايرن هوند كلبها. الهوند هو اسم مذكر، دير هوند المفروض هنا ان نقول اير لانه يعني صفه تملك للانثى، ولكن هنا عندنا حاله اكوزاتيف لان فعل لاسن يعمل اكوزاتيف. اذا فعل لاسن الضمير الذي ياتي، الضمير الشخصي الذي ياتي
بعده أو ضمير التملك الذي يأتي بعده يعمل في حالة الأكوزاتيف، وقلنا دائما أن حالة الأكوزاتيف تقع فقط على الاسم المذكر هو الذي يتغير. إذا زي ليست إيرن هون، بدل إير هون نقول إيرن هون. أين تتركه؟ إن دين بارك. لاحظوا عندنا حالة ثانية لأكوزاتيف دير بارك، يعني حديقة عامة وهكذا، البارك أصبحت إن دين بارك بسبب استخدام فعل لاسم. نذهب هنا الآن، لدينا استخدام فعل لاسم مع فعل ثاني، يكون الفعل الثاني مكانه في نهاية الجملة، ويكون بصيغة الانفينيتيف المصدر أي لا يصرف. مثلا إيخ لاسي ماين أوتو أوف ديم بارك بلات شتيهن. إذن عندنا فعلين، فعل لاسن وفعل شتيهن. شتيهن الثاني، الفعل الثاني لا يصرف. إذن إيخ لاسي ماين أوتو، أنا أترك سيارتي. إذن مرة أخرى عندنا بوسيسيف أرتكل ماين، أدوات التملك. أوف ديم بارك شتيهن، لاحظوا أننا استخدمنا فعل شتيهن، وشتيهن يأتي معنى واقف أو يقف. إذن هذه حالة داتيف. إذن هنا سنقول أوف ديم بارك بلاتس وليس دير بارك بلاتس، أصله هو دير بارك بلاتس. إذن بسبب استخدام فعل شتين سوف نقول أوف ديم بارك بلاتس. عفوا. مثال آخر وهو يعني كسؤال تطرقنا إليه بشكل سريع. ليست دو داينه توختر لانكي دراوسن بلايبن. لاحظوا الفعل الثاني بلايبن في نهاية جملة، وهو في حالة المصدر يعني لا يصرف. إذا إحداهن تسأل صديقتها ليست دو داينه توختر لانكي دراوسن بلايبن، إن كنت تسمحين لبنتك أن تبقى يعني طويلا في الخارج. مثال آخر إير ليس زاين زون فوم آرتس أنترسوخن. أنترسوخن هو فعل بمعنى يفحص. إير ليست زاين زون، إذا هو يسمح لابنه أو يترك ابني. زاين أيضا عندنا هنا مثل ماين وداين، زاين ضمير تملك بوسيسيف أرتكل. إذا هو يترك ابنه فوم آرتس. فوم آرتس يا جماعة هي أصلها فون دير آرتس، لأن هنا طبيب وليس طبيبة. إذا باستخدام فعل حرف الجر فون، ما بعده يأتي في حالة الداتيف. سنقول فون بدلا فون دير آرتس، سنقول فون ديم آرتس، ولكننا يعني لا نكتب فون ديم، سوف نكتبها بشكل فوم. إذا إيرليس زاينز زون فوم آرتس أنترسوخن، هو يسمح لولده بأن يفحصه الطبيب. إذا هو يترك ولده أن يفحصه الطبيب، أنترسوخن يفحص. وأيضا عندنا استخدام فعل لاسن مثل ما قلنا في حال التسبب في شيء، فأنا أقول مثلا إيخ لاسي ميخ نيخت أوبيريرن. إيخ لاسي ميخ نيخت أوبيريرن، أنا لن أسمح لنفسي بإجراء عملية. إذا لن أتركهم أن يجروا عملية لي. إيخ لاسي ميخ نيخت أوبيريرن. لنذهب إلى أيضا مثال. إيري موتر ليست زي نيخ ألاين إن دي ديسكو جين. إذا إيري موتر والدتها ليست زي نيخ، لا تدعها، لا تسمح لها، لا تتركها ألاين لوحدها إن دي ديسكو جين، أن تذهب إلى ديسكو. طبعا مثل ما قلنا لوحدها، لاحظوا عندنا فعل جين، إذا هنا عملنا حالة أكوزاتيف إن دي ديسكو، يعني برغم من وجود حرف الجر إن، إذا دي ديسكو لم تتغير إلى إن دير، لم تتغير بسبب وجود فعل جين. أيضا عندنا مثال على شكل سؤال، فنقول ليست دو ديخ جيجن كريبي إمفن. ليست دو ديخ، إن كنت أنت تسمح لنفسك جيجن كريبي إمفن، أن تطعم إمفن، يطعم يأخذ لقاحا. إذن هذا فعل لقاحا ضد الإنفلونزا جيجن كريبي. كريبي هي الإنفلونزا وهو اسم مؤنث، أيني غريبي. إذن لستو ديخ جيجن كريبي إمفن، إن كنت ستسمح لنفسك بأخذ لقاح ضد الإنفلونزا. وأخيرا عندنا
مثال على شكل وير لاسن، إذا نحن نسمح. وير لاسن أونزر كينج، لاحظوا أونزر أيضا إحدى أدوات تملك possessive article وهو بمعنى وير لاسن أونزر كينج، نحن نسمح لولدنا، ولدنا، نحن لدينا ولد ونحن الوالدين نسمح لولدنا جيجن تيتانوس إمفن. إذا إمفن عندنا مرة أخرى إمفن يطعم، جيجن ضد، إذا ضد من؟ تيتانوس المرض الكزاز. إذا فير لاسن أنزر كين، نحن نسمح لطفلنا، نحن نترك لطفلنا أن يطعم جيجن ضد الكزاز. إذا فير لاسن أنزر كين جيجن تيتانوس ضد الكزاز إمفن، وهو الفعل الثاني الذي يأتي بالأخير أن يطعم ضد الكزاز. أتمنى أن يكون هذا الموضوع يعني مفيدا ومهما لكم، لأنه أحد مواضيع مستوى أطفال. شكرا لكل يعني المشاركين في القناة، ودائما شكري خاص لكل من يعرف هذه القناة وكل من يفعل اللايك والجرس. إن لم يكن مشتركا فالاشتراك مجاني. إن كانت هناك أسئلة أو تعليقات أخرى فأهلا وسهلا دائما بكم. إذن إلى اللقاء في موضوع ودرس آخر.